ومصر بقيادة هذا الجيش العظيم منذ ثورة 25 يناير، منذ أن تولى الرجل الوطني العظيم المشير حسين طنطاوي إدارة شؤون البلاد وهو يحافظ على تماسك الدولة المصرية. نعم كان هناك تكتيك، ولكنه التكتيك الذي يخدم الدولة ووحدتها وكيانها وجيشها العظيم، كان هذا هو الهدف. أما التفاصيل ففيها الكثير، ولكن عندما حانت اللحظة وانتفض الشعب المصري، كان ابن مصر البار عبد الفتاح السيسي وجيشه العظيم وشرطته وأبناؤه وقضاء مصر الباسل الذي نوجه له التحية بكل فئات المجتمع المصري كلهم، من بسطاء، محامين، مهندسين، صحفيين، إعلام، كل فئات الشعب المصري كانت تنتفض دفاعا عن هوية الدولة الوطنية.